السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشرح العاشر من دورة تعلم لغات PHP، وهذا الفيديو يعتبر الجزء الثاني من الأرايز أو القوائم. أوكي، يعني في الجزء الأول رأينا عدة كتابات للأرايز ورأينا بعض الأمور. أوكي، دعونا الآن نرى بعض الأمور الأخرى في الأرايز. أوكي، يعني مثلا لدينا هذه الأراي نعطيها مثلا اسم بيرسون بهذا الشكل تساوي، سنقوم بكتابتها بهذا الشكل. مثلا هنا سنقوم بكتابة مثلا حفيظ، وهنا سنقوم بكتابة علي. اوكي، بهذا الشكل علي. اوكي، ثم هنا ضع نقطة فاصلة. يعني اذا اردنا ان نقوم بطباعة الكاونت او عدد العناصر في هذه الاراي، قلنا نستخدم دالة اسمها كاونت. اوكي، يعني ايكو كاونت، ثم نقوم هنا بكتابة يعني اسم الاري بيرسون، ثم هنا نقطة فاصلة. اذا اوتوماتيكيا سيتم طباعة 2، يعني هو عدد العناصر. ساقوم باضافة عنصر جديد الى الاري، يعني بدون يعني ان اقوم بانشائه مع الاري يعني مباشرة. هنا استخدم الاندكس. مثلا لدينا هنا الاندكس 0، الاندكس 1، اذا ساقوم باضافة اندكس 2. اوكي، بيرسون بهذا الشكل، ثم أقوم بكتابة هنا الأندكس 2. يعني هذا يتم أنني أريد إضافة عنصر جديد، مثلا يساوي، فليكن مثلا أحمد. الآن إذا قمت بالطباعة من جديد، يعني عدد العناصر أصبح 3 وليس 2، لأنني قمت بإضافة عنصر آخر إلى هذه الليست أو هذه الأراي. أوكي، أو ممكن أن أقوم بعمل تغيير في عنصر معين. أوكي، مثلا هنا هذا الاندكس 0، هذا الاندكس 1. مثلا في الاندكس 0 يعني حفيظ، ساقوم بتغييره الى احمد. اذا قمت بالضغط على ران، هناك لدينا عنصران، لانني لم اقم باضافه لكنني قمت بتغيير يعني حفيظ الى احمد. يعني اذا اردت ان اقوم بطباعه هنا الاندكس 0، لن يقوم بطباعه حفيظ وانما سيقوم بطباعه احمد. اوكي، دعوني ارمي هو المشكل هنا بيرسون. اوكي، يجب ان اقوم بحذف هذه الداله يعني بهذا الشكل. كما ترون قام بطباعة أحمد وليس حفيظ. هذه بعض الأمور كذلك، كيف أقوم بإضافة عناصر أو تغيير عناصر داخل الأراي. أوكي، إذن هنا لديك سنتعرف على كتابة أخرى للأراي. أوكي، سأقوم بحذف كل هذا. يعني هذه الأراي نوع أننا نقوم باستخدام الكي والفاليو، نقوم باستخدام المفتاح والقيمة، يعني الكي والفاليو. أوكي، يعني سواء نقوم بكتابة أراي بهذا الشكل وأقوم بفتح القوسين وأقوم بإعطاء مثلا هنا مثلا سأقوم بكتابة مثلا نيم 1، ثم أقوم هنا بوضع علامة يعني سهم بهذا الشكل يساوي ثم أصغر، ثم أعطي القيمة، يعني هذا يساوي كي والفاليو. سأعطي مثلا فاليو، مثلا سأقوم بكتابة حفيظ. أوكي، ثم أضع فاصلة وأضع القيمة الكي الثاني مع الفاليو الخاص به، مثلا نيم 2. أوكي، ثم أضع هنا التساوي، ثم هكذا، ثم أقوم بكتابة مثلا هنا علي، ثم نقطة فاصلة. يعني هذه كتابة أخرى للأراي في البي اتش بي باعتماد الكي والفاليو. أوكي، ما الذي حدث هنا؟ أوكي جيد، قلنا هنا سنقوم بكتابة نيم 2 ونقوم بالإغلاق، ثم هنا سأضع فاصلة. النيم 1، وهنا سأقوم بكتابة حفيظ. أوكي، هنا اعتمدنا على الكي والفاليو، الكي والفاليو بهذا الشكل. أوكي جيد، الكي والفاليو. الآن مثلا أريد أن أقوم بطباعة مثلا حفيظ، دعوني هنا أضع نقطة فاصلة، ثم أقوم بالعودة إلى السطح. هنا أوتوماتيكيا سأقوم، لا نستخدم الأندكس، يعني في الأري السابقة كنا نستخدم الأندكس 0 1 2، هنا نستخدم الكي لطباعة فاليو معينة. مثلا أريد أن أقوم بطباعة حفيظ، إذا هنا سأقوم بكتابة بيرسون، ثم أفتح هكذا وأقوم بكتابة هنا الكي وهي النيم 1، ثم نقطة فاصلة، ثم ران سيقوم بجلب حفيظ. يعني أقول له أقوم بطباعة قيمة الكي
نيم واحد، إذا قمت بكتابة هنا نيم اثنين سيقوم بطباعة عالية. نفس الشيء إذا أردت أن أقوم بتغيير بإضافة مثلا عنصر جديد، أقوم بكتابة هكذا بهذا الشكل، يعني بيرسون نيم مثلا ثلاثة يساوي مثلا فاليو أحمد، يعني هكذا قمت بإضافة عنصر ثالث. إذا أردت أن أقوم بتغيير عنصر، مثلا أريد أن أقوم بتغيير حفيظ إلى أحمد، أقوم بوضع الكي الخاص بي بهذا الشكل. أوكي، يعني هنا نقوم باستخدام الكي والفاليو، وهنا لدينا نفس الطرق، يعني سواء نقوم بكتابة الأراي القوسين أو أقوم بحذف الأراي قوسين، أقوم بوضع هذا الرمز بهذا الشكل، يعني نفس الشيء بهذا الشكل مثلا، لا مشكلة، يعني لدينا نقوم بكتابتها بهذا الشكل أو بالشكل الآخر. أوكي جيد، الآن سننتقل إلى ما يسمى بال يعني array داخل array، يعني array داخل array، وهذا مهم جدا. أوكي دعني أقوم بحذف كل هذا، وسنتعرف على كيف ممكن أن تقوم باستخدام array داخل array. أوكي سأقوم بحذف كل هذه السطور. أوكي جيد، اوكي لنفترض مثلا لدينا هنا بيرسون بهذا الشكل يساوي، يعني ساقوم هنا بوضع الري بهذا الشكل وساقوم بفتحها، وداخل هذه الري ساقوم بوضع الري اخرى. اوكي بهذا الشكل الري، واقوم بفتح القوسين، مثلا هنا ساقوم باعطاء حفيظ فاصلة مثلا الي، ثم اضع فاصلة لكي يقوم بالتفريق بين الاراي الاولى والاراي الثانيه، ثم اقوم بوضع مثلا هنا اراي ثانيه، ساقوم باعطاء اسماء مثلا احمد فاصله محمد، لكن يعني في اخر اراي لا اقوم بوضع الفاصله. اوكي ثم اضع هنا نقطه فاصله، يعني هنا قمت باستخدام تو arrays داخل اراي البيرسون، يعني هذه الاراي وهذه الاراي ليس لها اسم، لكن هما ينتميان او داخل هذه الاراي الكبيره التي داخل المتغير بيرسون. اوكي جيد، الان اذا قلت لك اريد ان اقوم بطباعه حفيظ، هنا لدي انديكسين بهذا المعنى، لدي الانديكس الخاص بالاراي الكبرى، يعني هذه الاراي الانديكس الخاص بها هو صفر، وهذه الاراي الانديكس الخاص بها هو واحد، وداخل هذه الاراي لدينا الانديكس الخاص بحفيظ هو صفر، والانديكس الخاص بعلي هو واحد، الانديكس الخاص باحمد صفر، والانديكس الخاص بمحمد هو واحد. إذا كيف سأقوم بطباعتها بهذا الشكل؟ ركزوا معي جيدا، أقوم هنا بكتابة إيكو أو بيرسون مثلا، قبل أقوم بكتابة إيكو يعني طباعة إيكو، هنا لا أقوم بكتابة فقط صفر، إذا قمت بكتابة مثلا صفر انظروا ما الذي سيحدث، ران يعني array to string، يعني لا يقوم بطباعة أي شيء، لماذا؟ لأنني لم أحدد له العنصر بالضبط. مثلا اريد ان اقوم بطباعه حفيظ، هذه الاراي الاندكس الخاص بها هو صفر، والاندكس الخاص بحفيظ هو صفر، اذا هنا اقوم بكتابه صفر صفر، يعني اعني بها حفيظ، يعني صفر هذه الاراي وهي الاندكس الخاص بها هو صفر الخاص بحفيظ، اذا قمت بالضغط على ران سيقوم بطباعه حفيظ وعلي. دعوني اقوم بإعادة الضغط على ران، لماذا قام دعنا نقوم بتغيير هذا الى صفر وواحد، صفر صفر كران، اظن هناك مشكلة، لا اعرف، يعني دعوني اقوم بكتابة هنا واحد صفر مثلا، واحد يعني نعني بهذه الاراي، والصفر نعني بها احمد محمد، لا اعرف هل المشكل في الكمب يعني في هذا الموقع او ماذا، يعني حين اقوم له حين احدد له الواحد، يعني هذه الاراي الاندكس الخاص بها هو واحد، واقصد بالصفر اقصد بها الاندكس الخاص باول عنصر وهو احمد. اوكي جيد، يعني بهذا الشكل، لكن لا اعرف هل المشكل في الموقع، يعني حاول ان تقوم بتجربها على الحاسوب الخاص بكم او على تطبيق اذا كنتم تستخدمون تطبيق في الهاتف، ستجدون انه سيقوم بطباعة أحمد، ولن يقوم بطباعة أحمد محمد كما ترون، يعني إذا أردنا أن نقوم بطباعة محمد نقوم بكتابة هنا واحد 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 بهذا الشكل، سيقوم بطباعة محمد. دعونا نركز فقط، هل هناك خطأ في الكود؟ بيرسون يساوي، دعوني أقوم بحذف الأري وأقوم بتحويلها إلى هذا الشكل.
جيد، وأقوم بحذف هذه الـ array مثلا، أقوم بتغييرها بهذا الشكل. نفس الشيء هنا ونفس الشيء هنا. إذن بيرسون واحد واحد، بيرسون واحد واحد. دعوني أقوم هنا بالضغط على الزر مجددا، 01. صفر صفر، يعني حين أقوم بكتابة صفر صفر يجب أن يقوم بطباعة حافظ فقط ليس حافظ عالي، على ما أظن أن المشكل في الموقع في الكومبايلر، لكن لا مشكلة، حاول أن تقوم بتجربة على الحاسوب الخاص بكم أو على تطبيق في الهاتف وستجدون أنه سيقوم بطباعة حافظ، يعني حافظ هو الأندكس الخاص به صفر صفر عالي، الأندكس الخاص به هو صفر واحد، أحمد الأندكس الخاص به هو واحد صفر، ومحمد الأندكس الخاص به هو واحد واحد. أوكي، إلى هنا انتهينا من الجزء الثاني من الأريز. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك، وإلى اللقاء.